هنا حنايا كما كتشوفوه حنا في واحد المسيره احتجاجيه بالزي التقليدي في كيكي، مسيره نسائيه محضه تنديدا دائما بتفويت قطاع الماء لمجموعه شركه الشرق للتوزيع. هذا التفويت اللي رافضه الساكنه بقوه، وحنا كندخلوا دابا في اليوم 90 للاحتجاجات ديالنا، رافضين لهذا التفويت المجحف في حق الساكنه، باعتبار ان في كيك هو واحد الموروث الثقافي ديالنا اللي ما نقدروش نتخلوا عليه. يعني كنشوف هذا التفويت وهذا القرار المجحف كما قلت في حق الساكنه كتعتبر واحد التهجير ممنهج للساكنه، والاحتجاجات المستمره لما يقرب عن 3 أشهر ما هو الا رساله واضحه للمسؤولين والمطالبه بسحب هذا القرار الذي يعد تهديدا وخطوره على السلم الاجتماعي للمنطقه. نتمنى الجاهدين ان تلقى هذه الاحتجاجات وهذه الاصوات وهذه المعارضه ان تلقى اذانا صاغيه من طرف المسؤولين. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.